موضوعنا الآن مشاهدينا عن التعليم، والموضوع الأخير، وقد تكون اللغة العربية من أصعب اللغات، لكن مما لا شك فيه أنها أجملها، ويمكن لتعلمها أن يكون سهلا وممتعا عبر تطبيق أتعلم الموجه للأطفال في مرحلة الصفوف التمهيدية. عن هذا التطبيق نتحدث مع مؤسسة ومبتكرة أتعلم الأستاذة الجامعية جينيفر عواد الحلبي. أستاذة جينيفر، صباح النور. صباح النور، كيف الحال؟ جيد جدا الحمد لله، نورتنا في استوديو صباح النور في التلفزيون العربي. تطبيق أتعلم، نعم. يعني اللغة العربية سهلة جميلة وممتعة مع هذا التطبيق، وهذا شعاركم، نعم. بالنسبة للتطبيق أخبرينا عنه أكثر لو سمحت. صباح النور وشكرا لاستضافتكم لإلي. تطبيق أتعلم هو تطبيق مؤلف من 28 فصل عن 28 حرف، بيعرف الطفل على الحرف بكل حالاته، وبيعمل كل التطبيقات بطريقة تفاعلية، بطريقة مميزة، بطريقة قريبة لقلبه وعقله للطفل. حلو جميل. طيب كيف أتت فكرة هذه التطبيق؟ أتت فكرة تطبيق أتعلم من عذابي أنا كأم. وقتها كان ابن البكر عمره 6 سنين، لقيت أنه كتير صعب أني أعلمه اللغة العربية. صحيح أنا بصحح أطروحات بالجامعة، بس الطفل الصغير بعمر 5 سنوات 6 سنوات تتعلمه اللغة العربية وتقرب له إياها بطريقة سهلة وبطريقة جميلة، لقيت كتير صعوبة. وكمان شفت كل أصحاب الأمهات وعم بيعانوا بهيدا الشيء، فقلت خلص أنا رح أخذ على عاتقي أنه أنا ألف تطبيق حيسهل تدريس اللغة العربية لجميع الأطفال يلي عمرهم من 5 سنوات إلى 7 سنوات، خاصة أعتقد مع الأجيال الجديدة، لأنه الأجيال الجديدة من خلال المدارس ومن خلال نمط الحياة الجديد ومن خلال أيضا التطبيقات اللي موجودة وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نوعا ما عن اللغة العربية، توجه أكثر نحو اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية، وهذا ما صعب يمكن المأمورية أكثر على الأمهات أو الآباء، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة بتعلمهم للغة العربية. على أساس أي منهج تم بناء هذا التطبيق؟ تطبيق أتعلم الحلو فيه أنه بيكمل حيالله منهج موجود بالدول العربية، يعني هو مكمل متمم لأي منهج موجود بالدول العربية، إن كان بلبنان أو بالوطن العربي. طيب ماذا عن المحتوى؟ ذكرت لنا أنه في المحتوى هناك عدة أشياء موجودة، نعم. واللي يحضر أيضا مع المشاهدين على الشاشة يتابعوا، هناك فيديوهات، هناك صور، وهناك 28 فصل. نعم. يعني محتوى كبير في التطبيق. نعم محتوى كبير، لأنه هو إذا بدك الأكتيفيتي بوك، بس معمول بطريقة تفاعلية. بس نحكي عن 28 فصل، كل فصل فيه تعريف عن الحرف، الحرف بأول كلمة، بوسط الكلمة، بآخر الكلمة، وكمان الحرف صوته. نحن نعتمد الفونكس بأتعلم، الصوتيات، صوته مع الفتحة والضمة والكسرة والسكون. يعني إذا عم نحكي عن حرف الباء تنسهل العالم تفهم علينا، منعرفه عليه هو منفصل، متصل في أول كلمة، في وسط الكلمة، في آخر كلمة. نرجع منعرفه عليه بالصوت القصير، يعني ب بو بي ب. نرجع بالصوت الطويل، يعني إذا دمجنا الحرف ب مع الصوت أ أو إي، هون رح نقول ب بو بي. نرجع بعدين منعرف الولد على مفردات، مفردات جديدة تحتوي هيدا الحرف، حرف الباء. بيحفظهم بطريقة التفاعل أكيد، لأنه عم بيكون عم بيشوف صورة الكلمة، عم بيسمع، وبذات الوقت عم بيلعب، ألعاب كلها تثقيفية وكلها أكاديمية، وبتعتمد على الذاكرة عند الطفل. من بعد مرحلة اكتشاف الكلمات والحرف رح نروح لمرحلة الترسيخ، رح نرسخ هذا الحرف في ذهن الولد. حيعمل كذا اكسرسايز، كذا تطبيق منوع، يعني في أكثر من 400 لعبة تثقيفية بأتعلم كرمال نرسخ هذا الحرف في ذاكرة الولد. مثلا بدنا نقول له أنه كبوس بس على الكلمة يلي فيها حرف الباء، حيكبس بس على الصورة ويشوف الكلمة يلي فيها حرف الباء. بعدين رح نقول له مثلا حط الكلمة يلي فيها حرف الباء في وسطها بالدائرة،
وإذا فيها حرف الباء بأول كلمة حتى بالمستطيل، يعني بكذا تمرين رح نكون عم نرسخ حرف الباء تنوصل آخر شيء لمرحلة الإنتاج. رح يكون الولد قادر من 5 سنين لـ7 سنين يكتب كلمات اتعلمها بالفصل. يعني من خربط له المقاطع اللفظية، مثلا إذا كلمة بابور منحط له ره قبل الباء قبل البو، هو رح يقدر يكتب الكلمة. هناك شخصيات في التطبيق موجودة، فادي، رنا وبوبي. نعم. صحيح؟ نعم. نحن بنعرف أنه بعالم الأطفال بحبوا أنه يكون في شخصيات هي يلي بتحمسه للولد، وبيحس حاله أنه بعالم شوي لذيذ ممتع. رنا هي المعلمة يلي موجودة بأتعلم، هي رح تكون الجايد تبع الولد، رح تقول له أنه هلأ بدك تفتح هيدي الصورة، هلأ بدك تجاوب بهالطريقة. ونحن منشدد بأتعلم ما في جاوب الولد قبل ما رنا تخلص السؤال، وهيدا الشيء نحن لاحظناه عند الولد، بصير بده يجاوب هذا إذا كنا بالصف. صحيح. قبل ما نقرأ السؤال لا، وأنا نمرنه حتى بأتعلم تسمع السؤال ترجع بتجاوب. رنا هي رح تكون عم بتخليه يجاوب صح، إذا عمل غلط بتشجعه بتقوله جرب مرة أخرى، كل ما يعمل صح عم بيجمع ستارز، يعني بيجمع نجمات. ورنا هي بتقوله ممتاز، هي اللي بتحمسه. هلأ فادي وبوبي هن إذا بدك أصدقاء الطفل اللي هيصوا معه، حيزعلوا إذا عمل غلط، حيشجعوه، حيرقصوا معه بالأغاني يلي كلها أغاني أكيد هادفة وأكاديمية. طيب التطبيق هذا بالنسبة إلى الطفل، بالنسبة أيضا للأولياء، هل يمكن استعماله في المدارس؟ هل يمكن استعماله أيضا مع المعلمين؟ نعم، هذا التطبيق إذا استعمل بالمدارس بيكون مكمل ممتاز للسنة الأكاديمية تبع الطفل، لأنه فيه حتى خصوصيات للمدارس، يعني حيستفيدوا منها المدارس. جميل. طيب هو التطبيق موجود على أب ستور، على جوجل بلاي، ممكن تحميله بطريقة مجانية في كل الوطن العربي بشكل عادي يستعملوه. نعم، في طريقه مجانيه، بس اذا بده يفتحوا كل الكوريكولم يعني كل المنهج، في اشتراك سنوي هو عباره عن $30 بالسنه. يعني عم نحكي عباره عن $2.50 بالشهر. يعني كثير عم نشجع الاهل بهالطريقه. هذا بالنسبه للتطبيق، ما دام عندنا دقيقتين فرصه وانه نتحدث ايضا عن الفريق، لانه يعني اكيد مثل هذا التطبيق وراه فريق كبير. نعم. يعمل على تطويره في كل مرة وعلى المحتوى أيضا اللي موجود فيه. نعم أكيد حيكون في دائما أبديتس بأتعلم. صحيح. أغاني جديدة تعليمية ومراحل تعليمية جديدة. نحن فريق كبير، يعني شركة 361 سولوشن اللي هي بتعمل محتوى مالتي ميديا، اشتغلت على الجرافيكس، اشتغلت على الفيديو، فيديوز يلي بأتعلم، يعني المحتوى اللي منشوفه. الصوتيات تسجلت بأرابيان بيت ستوديوز، كل الأغاني والصوتيات، وشركة نوفا فور هي اللي عملت البروغراماسيون لأتعلم برمجية هذا التطبيق. نعم. يعني إن شاء الله كل التوفيق نتمنى لك سيدة جينيفر، وأيضا إلى كل فريقكم في أتعلم، وفرصة أيضا إلى كل مشاهدينا بما أنه يتابعونا، فرصة إلى تحميل هذا التطبيق لمساعدة أطفالنا على تعلم اللغة العربية. مؤسسة ومبتكرة تطبيق أتعلم الأستاذة الجامعية جينيفر عواد حلبي، شكرا لك، شكرا على حضوركم معنا، نورتنا اليوم. شكرا.